أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعزائي طلاب الصف الخامس الأساسي من مجمع المدارس الفلسطينية في الدوحة قطر، من قسم التربية الإسلامية ومع منهاج التربية الإسلامية للفصل الدراسي الثاني، حياكم الله تعالى وأهلا وسهلا بكم. مع الوحدة الأولى، وحدة القرآن الكريم، والدرس الخامس بعنوان سورة العلق. الدرس من إعداد المعلمة الفاضلة رانيا الحلاق وأداء الأستاذ سامح شريده. ومع أهداف درسنا لهذا اليوم، نبدأ بتلاوة الآيات الكريمة تلاوة سليمة، نفسر المفردات الجديدة في السورة الكريمة، ثم نعدد بعض مظاهر قدرة الله تعالى في الكون، ونعمل على الموازنة بين موقف المؤمن وموقف الكافر تجاه نعم الله تعالى، وأخيرا نستنبط الدروس والعبر من الآيات الكريمة. مرة أخرى نستعرض الصور ونلاحظ ذلك. نبدأ بسورة العلق قراءة، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق الله العظيم. أعزائي الطلاب، قوله تعالى كلا لا تطعه هذه الآية الأخيرة تنهانا عن اتباع خطوات الشيطان والسجود لله وطاعة الله عز وجل. تعالوا ننتقل وإياكم إلى هدفنا الآخر، وهو معاني المفردات. علق أي دم جامد،
بالقلم، والمقصود بالقلم أداة الخط والكتابة. ليطغى ومعناها ليتجاوز حده بالعصيان. استغنى وتعني صار ذا مال وثروة، أي من الغنى. لنسفعن أي لنأخذن، لنسفعن أي لنأخذن. الناصية هي مقدم شعر الرأس أو مقدمة شعر الرأس. نادية وتعني أصحابه وأهل مجلسه. الزبانية ومعناها ملائكة العذاب الغلاظ الشداد. اقترب أي تقرب إلى الله بالطاعة والعبادة. أعزائي الطلاب، هل سورة العلق مكية أم مدنية؟ سورة العلق سورة مكية، وآياتها الخمس الأولى هي أول ما نزل من القرآن الكريم، وذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. السؤال: لماذا سميت سورة العلق بهذا الاسم؟ الإجابة: سميت سورة العلق بهذا الاسم لأنها تتحدث عن أصل خلق الإنسان. فما هي الموضوعات التي تناولتها السورة؟ أولاً، البدء في كل أمور حياتنا بسم الله الخالق. ثانياً، من نعم الله تعالى على الخلق تعليمهم القراءة والكتابة الذي علم بالقلم. ثالثاً، التهديد والوعيد لأهل الكفر والضلالة. رابعاً، بشارة المجتهدين في طاعة الله بعلو الدرجات في الجنة. أحبائي، ما المعنى الإجمالي للآيات؟ المعنى الإجمالي للآيات هو بيان قدرة الله تعالى في خلق الإنسان، وكيف يمر بمراحله من نطفة ثم مضغة ثم علقة إلى غير ذلك. ثانياً، مدح الله تعالى العلم والعلماء وأمر بتعلم القراءة والكتابة لأنهما أداة العلم والمعرفة. ثالثاً، ذم الله تعالى صفة الطغيان عند الغنى، فالإنسان إذا أصبح غنياً يغتر بماله فيطغى. رابعاً، حب الدنيا والاغترار بها يؤدي لكفر الإنسان وطغيانه. أهمية القلم في التعليم أنه أداة الكتابة وأداة المعرفة. هنا ينتهي درسنا أحبائي الطلاب، وإياكم إلى تقويم الدرس صفحة 28، ونبدأ بالسؤال الأول الذي يقول: أضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة، وإشارة خطأ يمين العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. ألف: سورة العلق من السور المكية. الإجابة:
نعم صحيح. ب: كرم الله تعالى الإنسان بأن علمه الخط والكتابة بالقلم. الإجابة: نعم صحيح. جيم: من أسباب كفر الإنسان وطغيانه وبغيه حب الآخرة. والإجابة: خاطئة. دال: معنى قوله تعالى بالناصية أي مؤخر شعر الرأس. والإجابة: خاطئة، لأن الناصية هي مقدم شعر الرأس. ها: بشارة المجتهدين في طاعة الله بعلو الدرجات في الجنة. والإجابة: نعم صحيح. السؤال الثاني: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. ألف: الآية التي تدل على أن اكتشافات العلماء دائمة ومستمرة هي قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ب: الزبانية هم ملائكة العذاب. جيم: مطلع السورة الكريمة يحث على طلب العلم. السؤال الثالث، والذي يقول: ما سبب تسمية سورة العلق بهذا الاسم؟ والإجابة واضحة جدا، وهي لأنها تتحدث عن أصل خلق الإنسان. السؤال الرابع يقول: أعلل، أمر الله تعالى بتعلم القراءة والكتابة وتعليمهما. والإجابة أيضا بسيطة وسهلة وسريعة، وذلك لأنهما أداتا العلم والمعرفة. السؤال الخامس يقول: أبين المقصود بالآيات الآتية. ألف: أرآه استغنى. والجواب: أن الله تعالى ذم في الإنسان صفة الطغيان عند الغنى. ب: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية. والجواب: التهديد والوعيد من الله تعالى لأهل الكفر، حيث تجرهم ملائكة العذاب من مقدمة رؤوسهم يوم القيامة. جيم: قوله تعالى: فليدع ناديه. ومعناها أي المقصود بها: لينادي هذا الإنسان أصحابه وأهل مجلسه، هل ينفعونه؟ السؤال السادس: أستخلص عبرتين أستفيدهما من آيات الدرس. والجواب: أولاً، بيان قدرة الله تعالى في خلق الإنسان. ثانياً، مدح الله تعالى العلم والعلماء، وأمر بتعلم القراءة والكتابة لأنهما أداة العلم والمعرفة. أحبائي الطلاب، هنا نتوقف وينتهي درسنا لهذا اليوم. بارك الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعدين روح واعمل انتر او